بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم ما بعد، الحديث عن التعلم الإلكتروني حديث يطول، وأنا هنا أنقل التجربة والخبرة. لا أملك دراسة علمية ولا أملك إحصائيات، لكني أنقل عن تجربتي وخبرتي في هذا اللون من ألوان التعلم. ما من شك في أن هذا التعلم يعد فتحا لآفاق معرفية رحبة واسعة، فهو أخذ بأسباب التطور التقني والتطور العصري الذي يحتاجه الزمن ويتطلبه مستقبلا. التعلم الإلكتروني من خلال تجربتي الموجزة في هذا الباب أفادني كثيرا، فهو أصبح جزءا مهما من تقنية التعليم أو من إيصال المعلومة إلى الطالب. لم يعد المعلم دوره مقصور فقط على التلقين وإعطاء المعلومة، بل أصبح مدير لهذه المعلومة بين الطلاب، أصبح يتيح أفاق رحبة للحوار بين الطلاب وينظم ذلك الحوار وينظم المعلومة التي تصل إلى الطالب. وهذا بلا شك هو أحدث ما توصلت إليه نظريات التعلم الحديث. التعلم الإلكتروني ساهم بشكل كبير، وإن كنت سأوجز فيما يلي بعض فوائد هذا النوع من أنواع التعلم، فقد ساهم في استقبال وجهات النظر المختلفة من المتعلمين. فالمنتديات الفورية ومجالس النقاش وغرف الحوار تتيح فرصة لتبادل وجهات النظر في المواضيع المطروحة، مما يزيد فرصة الاستفادة من الآراء والمقترحات المطروحة ودمجها مع الآراء الخاصة بالطالب. وهذا مما لا شك فيه يساعد في تكوين أساس متين عند المتعلم، وتتكون لديه معرفة وآراء قوية وسديدة من خلال ما يكتسبه من معارف ومهارات عن طريق الحوار وغرف الحوار والنقاش. أيضا هذا اللون من ألوان التعلم فيه إحساس بالمساواة، فهو يتيح لكل طالب فرصة للإدلاء برأيه في أي وقت ودون حرج، خلاف اللقاءات الدرس التقليدية التي تحرمه من هذه الميزة، إما بسبب سوء التنظيم في المقاعد أو ضعف صوت الطالب نفسه أو خجل الطالب أو غيرها من الأسباب. لكن هذا النوع من التعليم يتيح الفرصة كاملة للطالب أنه بإمكانه أن يوصل رأيه، يوصل صوته من خلال أدوات الاتصال المتاحة من بريد إلكتروني ومجالس النقاش وغرف للحوار. هذه الميزة لا شك أنها ستكون أكثر فائدة للطلاب الذين يشعرون بالخوف، يشعرون بالقلق، لأن هذا الأسلوب في التعليم يجعل الطلاب يتمتعون بجرأة أكبر في التعبير عن أفكارهم والبحث عن الحقائق. هذا بلا شك يجعلنا نمد الحديث إلى أن التعليم الإلكتروني يتجاوز المعلومة إلى تنمية شخصية الطالب، جعلها أكثر جرأة في اتخاذ الرأي والقرار، يكون شخصية علمية قوية، يجعل الطالب قوي الشخصية في إبداء رأيه وفي طرح رأيه وفي النقاش. أيضا هذا التعليم أتاح سهولة كبيرة في الحصول على المعلم والوصول إليه في أسرع وقت حتى في خارج أوقات العمل الرسمية، لأن الطالب أصبح بمقدوره أن يرسل استفساره للمعلم من خلال البريد الإلكتروني، وهذه ميزة مفيدة وملائمة للمعلم أكثر، يعني حتى المعلم يستفيد من هذا الأمر بدلا من أن يظل مقيد على مكتبه، فهو يكون أكثر حرية وانطلاق. كما أن أكثر أيضا فائدة للطلاب الذين تتعارض ساعات عملهم مع جدول الزمني للأستاذ، الأستاذ لديه جدول لديه محاضرات لكن يمكن الوصول إليه بطرق التعلم الإلكتروني. التعلم الإلكتروني يتيح مجال أرحب للأستاذ للتنوع في الطرح، تنوع في طرح مادة العلمية، كما أنه يتيح للطالب فرصة أكبر في استقبال هذا الطرح وفي استقبال ما يناسبه، فالطالب يختار ما يناسب. من الطلاب مثلا من تناسبه الطريقة المرئية، ومنهم من تناسبه الطريقة المسموعة أو المقروءة، ومنهم من تناسبه الطريقة العملية. في التعليم الإلكتروني ومصادره تتيح إمكانية تطبيق المصادر بطرق مختلفة وعديدة تسمح بالتحوير وفقا للطريقة الأفضل المناسبة للطالب. أيضا التعليم الإلكتروني يتيح للمعلم والمتعلم أن يركز على الأفكار المهمة أثناء كتابته وتجميعها للمحاضرة أو الدرس، وكذلك يتيح للطالب أو للطلاب الذين يعانون من صعوبة في التركيز وتنظيم المهام الاستفادة من المادة،
وذلك لأنها تكون مرئية ومنسقة بصورة سهلة وجيدة، والعناصر المهمة فيها محددة. قضية التكرار هذه ميزة إضافية بالنسبة للذين يتعلمون بالطريقة العملية، فهؤلاء الذين يقومون بالتعليم عن طريق التدريب إذا أرادوا أن يعبروا عن أفكارهم فإنهم يضعونها في جمل معينة، مما يعني أنهم أعادوا تكرار المعلومات التي تدربوا عليها، وكذلك كما يفعل الطلاب عندما يستعدون لامتحان معين. هذا التعليم الإلكتروني يتيح للطالب أن يعيد المعلومة، أن يكررها، أن يعيد مراجعتها مرة بعد مرة. هذا النوع من التعلم له فائدة في اعتقادي كبيرة جدا، من حيث أنه يوفر المنهج طوال اليوم وفي كل أيام الأسبوع. هذه الميزة مفيدة للأشخاص المزاجيين الذين يرغبون التعلم في وقت معين، وذلك بعضهم مثلا يفضل التعلم صباحا والآخر يفضل أن يتعلم مساء، وكذلك الذين يتحملون أعباء ومسؤوليات شخصية. هذه الميزة تتيح للجميع التعلم في الزمن والوقت والطريقة التي تناسبه. من أهمية التعلم الإلكتروني من فوائده أيضا التي لامستها في تجربتي أن هذه الميزة تجعل الطالب في حالة استقرار، وذلك بإمكانه أن يصل على المعلومة أو يحصل على المعلومة التي يريدها في الوقت الذي يناسبه، فلا يرتبط بأوقات الأستاذ أو أوقات ساعاتها المكتبية أو غيرها. هذا يؤدي إلى راحة الطالب وعدم إصابته بالضجر، فهو في أي وقت وفي أي حين يصل إلى المعلومة التي يريدها. أيضا لا شك أن التعلم الإلكتروني لا يعتمد على الحضور الفعلي في المادة، أو جزء من المادة لا يكون هناك حضور فعلي. التعلم الإلكتروني يضع هناك سهولة وتعدد في طرق تقييم وتطوير الطالب، فقد وفرت أدوات التقييم الفوري على إعطاء المعلم أو الأستاذ المادة طرق متنوعة لبناء وتوزيع وتصنيف المعلومات بطرق سهلة وسريعة التقييم. هذه أهم الفوائد التي لامستها من خلال التعليم الإلكتروني، التي يمكن أن فعلا تساعدنا وتدفعنا دفعا إلى أن يعني نلج هذا النوع من أنواع التعلم. هناك بعض النماذج من الطلاب التي واجهتها وأفخر الحقيقة أنها قد استفادت من هذا اللون من ألوان التعلم. هناك مثلا طالب درسته في مادة بالتعلم التقليدي الحضوري، هذا الطالب كثير الغياب، غير مهتم بالمادة، لا يعطي المادة حقها من الحضور ومن الاهتمام. إن حضر فهو متميز، لكن الإشكالية تكمن في عدم الحضور، في التأخر، في عدم التواصل مع المادة. ثم درست هذه المادة التي هي تعليم أو تعلم إلكتروني، اكتشفت أن هذا الطالب لديه قدرة كبيرة على التواصل مع البريد الإلكتروني، التواصل مع الموقع، سريع في التفاعل مع ما يطلب منه في البلاك بورد. أفاد هذا الطالب الحقيقة كثيرا من هذا اللون من التعلم، تعدل حتى مزاجه في الرغبة في التعليم والتعلم، أصبح يحقق نتائج طيبة ما كانت متوقعة منه في الحضور التقليدي. هذا في اعتقادي يعتبر أو يعد هدف سامي من أهداف هذا التعلم، أن يلبي رغبات الطلاب وينمي فيهم حب المواد العلمية. طالب آخر، نموذج آخر من الطلاب، طالب إلى ما قبل هذه المادة لم يلج إلى هذه التقنية، ليس لديه بريد إلكتروني، ما سبق أن تعامل لوحده مع الحاسب الآلي. استطعنا بحمد الله تعالى بعد تعريفه بهذه المادة وأهمية أن يكون له بريد إلكتروني تواصل معه به، أهمية أن يكون هناك مادة يتابعها، واجبات يقوم بحلها، نقاشات يشارك فيها، استطاع هذا الطالب في ضوء هذه الظروف القوية أن يلج إلى هذا اللون من ألوان التعلم بمعاونة ومساعدة من زملائه في القاعة. أخذوه إلى مقهى انترنت، وضعوا له بريد إلكتروني، عرفوه كيف يدخل إلى هذه التقنية، كيف يسجل المعلومة، كيف يشارك في القاعة. أصبح لديه بريد إلكتروني خارج نظام بريد الجامعة. هذا في حد ذاته هدف سامي وكبير، أن نستطيع أن ندخل الطالب في هذه التقنية التي لا شك سيستفيد منها مستقبلا في حياته العلمية والعملية.